الملتقى هو حوار أكاديمي إبداعي بين صاحب تجربة، وهذه التجربة ليست عادية إنما تجربة قدوة لطلاب المعهد، وهذا اللي عم يحققه ملتقى الإبداع، وهذا اللي لمسناه وهذا اللي شفناه من خلال كل الملتقيات من الأسماء الكبيرة اللي بنفخر ونعتز مع السيد منى واصف، غسان مسعود، تيم حسن، أسامة الروماني، نضال الأشقر، عبد المنعم عماري بالموسم الماضي، واليوم نبدأ موسم هذا العام ونفتتح عامنا الدراسي بالقامي الكبير أسعد فضة. والحديث عن أسعد فضة هو حديث عن شخص صاحب تجربة ودروس قدمها بحواره مع طلاب المعهد من خلال تجربته الطويلة، مواقفه، معرفته، تدريسه في المعهد، استاذ أول دفعة تخرجت، مؤسس لهذا المكان، وهذا هذا هذا مشوار إبداعي ليس بالقليل. يعني أسعد فضة شخص ورقم صعب في المشهد المسرحي المحلي والعربي أيضا، ومهرجان دمشق المسرحي اللي كان مديره على مدى دورات طويلة شاهد على هذا. مشان هيك بشوف إنه الملتقى يقدم فائدة معرفية وفائدة على صعيد بناء الشخصية للطالب اللي يستفيد من كثير من الدروس.